خلونا حضراتكم نروح إلى الدكتور توفيق طعمة، أستاذ العلاقات الدولية من الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور توفيق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، وحياكم الله أخي الكريم. كرمكم الله. حيا لكم المشاهدين الكرام. دكتور توفيق، يعني كيف قرأت الهدنة الإنسانية الحالية التي أعلن عنها والتي من المقرر أن تدخل حيز تنفيذ غدا صباح الجمعة إن شاء الله؟ إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين، أنه يتم الهدنة بدون أن لا يكون هناك أي اختراق من العدو الصهيوني. أعتقد أن هذه الهدنة جاءت، وهذا هذه الهدنة تعتبر نصر وانتصار للمقاومة الفلسطينية بالدرجة الأولى، وانتصار للشعب الفلسطيني، لأن المقاومة الفلسطينية الآن فرضت إرادتها في هذه المعركة. لأن نتنياهو عندما بدأ هذه الحرب على قطاع غزة كان هدفه القضاء على حركة حماس، القضاء على المقاومة الفلسطينية، على الأنفاق والتركيب العسكرية، وأيضا إعادة الأسرى الإسرائيليين عند المقاومة الفلسطينية. كل هذه الأهداف فشلت فشل ذريع، والآن بدأ سقف نتنياهو ينزل قليلا قليلا قليلا، بدأ يتراجع. حتى الآن لا يتحدث عن القضاء عن حركة حماس، ما زالوا يتحدثون قليلا، ولكن الخطاب السياسي بدأ يتراجع، لأنه عرف جيدا أن القضاء على حركة حماس هذا أبعد من المستحيل، وأبعد من المستحيل أن تقضي على التركيب العسكري لحركة حماس والمقاومة الفلسطينية. وبالتالي المقاومة الفلسطينية هي التي فرضت وكانها موجودة، وكانت هي الطرف طبعا مفاوض. وأيضا أذكرك كمان أخي الكريم أنه إسرائيل أو نتنياهو قال أنه طبعا بيقضى على حركة حماس، لا حديث مع حركة حماس، لا مفاوضات على الأسرى، يعني الأسرى بده يعيدهم عن طريق من خلال القتال والحرب. وهذا الآن كان رافض يتحدث معهم، الآن يفاوضهم وفاوض معهم. والآن هناك صفقة تبادل أسرى تبدأ غدا الساعة 7 صباحا توقيت فلسطين، وبالتالي لأربع أيام. أعتقد هذا كما قلت أخي الكريم أنه هذا نصر للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، وجاء هذا نتيجة الصمود الأسطوري لشعب فلسطين، نتيجة الاحتجاجات العالمية اللي خرجت تضامنا وتعاطفا مع الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء العالم، أيضا ناتج عن التغير الرأي العام الدولي. عند البداية كان مع الاحتلال، لكن التضليل والكذب اللي بتحاول دولة الاحتلال دائما تسويقه سواء للداخل الإسرائيلي أو للعالم الغربي فضح وتبين أنه كله كذب. هذا أيضا ساهم في التغييرات توفيق، يعني دعني أسألك أيضا فيما ذكرت مشكورا الآن في تغير الموقف الإسرائيلي. يعني نتنياهو قال في بداية العدوان على غزة أنه اللاءات الثلاث، لا تبادل الأسرى، لا وقف لإطلاق النار، لا مفاوضات أيضا. ثم هو الآن تفاوض ووافق على وقف إطلاق النار ووافق على تبادل الأسرى. برأيك ما الذي يرغم نتنياهو أن يقوم بلحس كل كلامه حتى أمام الرأي العام الداخلي في للكيان الصهيوني؟ برأيك يعني كيف تغير رأي الرجل وهي تبدو هزيمة سياسية وعسكرية أيضا في ذات الوقت؟ صمود المقاومة الفلسطينية، صمود الشعب الفلسطيني على أرضه اللي رفض التهجير، اللي كانت هذه سياسة اليمين المتطرف في إسرائيل لتنفيذ مخططاتهم اللي صار لها أكثر من عقود، تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ومن الضفة ومن 48، هذا كله فشل 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 ذريع، لم يحقق. الآن تقريبا 50 يوم من هذا العدوان على قطاع غزة، ونتنياهو وحكومة المتطرفين لم تحقق أي إنجاز حتى الآن، لم تحقق أي إنجاز ميداني، لم تحقق أي إنجاز عسكري، وبالتالي فشل فشل ذريع. الآن نتنياهو مجبر لأن يركع لبساطير المقاومين الفلسطينيين. نتنياهو مجبور أن يركع، حتى ما زال يتحدث بكبرياء، ما زال يتحدث بفوقية، ما زال لا يتحدث، لكن هو يدرك تمام أنه مهزوم من الداخل وفاشل من الداخل، ولا يستطيع الاستمرار في هذه الحرب إلى ما لا نهاية، لأن قواته تخسر بالعشرات يوميا، بالمئات. وطبعا هم يخفوا عادة الأعداد، الخسائر يخفوها دائما ومعروف عليهم. وبالتالي نتنياهو يدرك تماما، حتى اليوم على لسان يهود أهود أولمرت
الرئيس الإسرائيلي السابق وتحدث عن هذا الموضوع، أنه لا يمكن أنك أنت، لنتنياهو يتحدث على لسانه، لا يمكن أنك التخلص أو القضاء على حركة حماس. هذا مش واقعي، لا تستطيع، مش بهالصورة هذه اللي أنت حاططها، هالسقف العالي اللي أنت حطيته لحالك يا نتنياهو ووزير الدفاع جالنت، وما زلت تتحدث القضاء على حركة حماس، القضاء على حركة حماس، هذا لن يحصل. وحتى الشعب الإسرائيلي، الشعب الكيان، يدرك تماما أنه هذا لن يحصل. وبالتالي الآن بدأت هذه الضغوطات لإعادة الأسرى، لأنه فشلوا حسب ما نتنياهو تحدث وقال أنه راح نرجعهم بالطريق بالقتال، لكن هذا فشل. الآن بترجعوهم بالطريق المفاوضات. وبيدركوا تمام أنه لا عودة لأي أسير إسرائيلي إلا بالمفاوضات وتبادل أسرى، جميع أسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال. هذا موضوع مهم. هذا دكتور توفيق، يعني أنا كان معي منذ أيضا دقائق في هذه الحلقة العميد الركن هشام خريسات، وهو محلل عسكري واستراتيجي، فقال أنه لو صارت الأمور على ما صارت إليه عسكريا، فأمام الكيان الصهيوني ما لا يقل عن عام في القتال حتى أتحدث عن نتائج. ثم سألت سؤالا حول فتح جبهات اليوم في جنوب لبنان، في اليمن، في العراق، فقال لي هنا نستطيع أن نقول أن أمد الحرب أصبح قريبا. برأيك وأنت أستاذ العلاقات الدولية، دخول الجبهة اليمنية واللبنانية والعراقية الآن، مدى تأثيره أيضا في العلاقات الدولية وتأثيره المباشر على الحرب العدوانية الحالية؟ نعم، بالتأكيد هذا له أثر كبير جدا. إذا يعني بنلاحظ إحنا الآن بالشمال فلسطين، في الجنوب اللبناني وشمال فلسطين، أنه رقعة المواجهة بدأت تتوسع. الآن تم قصف مدينة صفد. الآن الصواريخ، الأسلوب والطرق والأسلحة التي تستخدم أصبحت أكثر فتاكة، وأصبح يعني حضور أقوى من السابق للمقاومة الفلسطينية في الشمال فلسطين أو بالجنوب اللبناني واللبناني، أيضا على الجبهة اليمنية. هناك أمور كثيرة الآن تحصل. هذا والطرف الأمريكي لا يريد التصعيد في المنطقة، لا يريد أن تتوسع رقعة المعركة، لأنه هذا سيتم استهداف المصالح الأمريكية بالشرق الأوسط. وهذا مخيف بالنسبة للإدارة الأمريكية، وهذا تحدث فيه أيضا الإدارة الأمريكية تحدثت، وأيضا الرئيس بايدن تحدث عن هذا الموضوع. ولهذا السبب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط موجود الآن، وبلينكين راح زار دولة الاحتلال لأكثر من مرة، يحث على عدم التصعيد مع منطقة الشمال، عدم التصعيد، عدم ضرب، لأنه بالنسبة للولايات المتحدة تريد أن تكون الحرب فقط في غزة وليس خارج غزة، لكن هذا لم يحصل. الآن هناك جبهات بدأت تتدخل، أعتقد أنه سيكون له تأثير ليس فقط على الوضع الفلسطيني، سيكون له تأثير على الخارطة السياسية في المنطقة بأجمعها بكاملها، في منطقة الإقليم، في منطقة الإقليم، وأيضا هذا منطقة الإقليم سأيضا سيكون لك تأثيرات وتبعات دولية على مكانة أمريكا، على مكانة إسرائيل، على مكانة دول أخرى. فالتأثير سيكون على الجميع، ليس فقط على الشعب الفلسطيني أو على المقاومة الفلسطيني، الجميع سيتأثر بمن فيهم أمريكا ومصالح أمريكا ومصالح الغرب أيضا في المنطقة. على ذكر أمريكا والموقف الأمريكي دكتور توفيق، وهذا موقف مؤثر بلا شك، فدخلت أمريكا الوساطة كما أعلنت قطر مع مصر، وكان لها دور مؤثر في الهدنة الإنسانية الحالية. أيضا برأيك، هل نستطيع أن نقول أن الموقف السياسي الأمريكي تغير الآن، دفع لإيقاف إطلاق النار لهدنة إنسانية، فيما كان يرى بايدن في بداية الحرب العدوانية أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وأنها لن توقف إطلاق النار؟ هذا الخطاب حتى لبايدن وبلينكن الذي قال أنا يهودي وأنا أرى أيضا عدم وقف إطلاق النار، الآن أيضا السياسة الأمريكية تراجعت على مستوى الخارجية أو المستوى العسكرية، هل بدأ البيت الأبيض يوقن أن هذه الحرب لا وصول فيها لنصر مظفر من جانب الكيان الصهيوني؟ نعم، إحنا بنقدر نقول أنه بدأ هناك تغير في السياسة الأمريكية، لكن تغير كبير حتى الآن ما حصل. لو هناك تغير كبير كان طلب من نتنياهو وقف الحرب. حتى الآن إدارة بايدن لا تطلب وقف الحرب، وقف العدوان على قطاع غزة، علما أن هناك
في داخل الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس وفي وزارة الدفاع، هم هناك من بعثوا برسائل مئات من الموظفين بيعملوا مع الوزارة الخارجية، مع البنتاغون ومع وزارة الدفاع ومع الإدارة، بعثوا برسائل حتى الرئيس الأمريكي على وقف هذه الحرب. وبالتالي الحديث الخطاب السياسي بدأ يتغير، لأنه أعطوا نتنياهو فترة طويلة من الزمان لتحقيق إنجازاته. لحتى الآن نتنياهو فشل في هذه المهمة نتيجة الضغط العالمي على والرأي الدولي تغير، نتيجة أيضا الضغوطات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الاحتجاجات الشعبية اللي عمت جميع المدن الأمريكية، والغضب العارم في الشارع العربي والإسلامي كل، وطبعا بالبداية صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية اللي هي صمدت أمام هذه العنجهية وعلى هذه القتل الإبادة الجماعية تكون فيها سد. كل هذا مجتمعة غير رأي أمريكا، والآن بدأت تتحدث بطريقة مختلفة، بدأت تتحدث عن هدى إنسانية وهم أبعد ما يكونوا عن الإنسانية. بدأوا عن هدى عن وقف لإطلاق النار لفترات معينة، وهذا ما يحدث الآن، ولنرى غدا ماذا سيحدث. هل ستلتزم إسرائيل بعدم خرق الاتفاقية، اتفاقية وقف إطلاق النار لأربع أيام أو لا؟ هذا الميدان الذي يعني سيقرر مدى التزام إسرائيل في هذه العهود اللي بتوقعها، علما أنه العالم بيعرف أنه هذه الدولة الاحتلال عمرها ما يعني التزمت في أي مواثيق وأي عهود. طيب دكتور توفيق، يعني أخيرا طالما وصلنا إلى أن نبحث في الغد وفي المستقبل، ماذا يجرى غدا برأيك بعد هذه الهدنة؟ يعني كيف سيكون المسار العسكري أو السياسي في هذه الحرب العدوانية في غزة؟ يعني طبعا سيكون هناك أربع أيام وقف لإطلاق النار، يكون في هدنة عدم عم إخراق، إلا إذا إسرائيل طبعا ستخلق العذاب لتخترق أو حتى أنها تنتهك هذه المعاهدة أو هذه الاتفاقية. من الممكن أن يحصل، ممكن أن تلتزم، ممكن، هذا من الممكن. وبالتالي هناك أربع أيام، قد يكون بعد هذه الأربعة أيام حماس تحدثت عن إفراج عن أسرى آخرين، قد يكون هناك أيضا لهدن قادمة، محتمل أن يكون هدنة لأربعة أيام أو لخمس أيام قادمة. وبالتالي مع هذه الهدن الآن الحرب ستتوقف، والآن الرأي العام خاصة في الداخل الإسرائيلي الآن بيركزوا أكثر شيء على عودة أسراهم، خاصة الآن عندما يعود 50 من الأسرى الإسرائيليين لأهلهم، سيكون هناك ضغوطات متزايدة على حكومة نتنياهو لوقف إطلاق النار، حتى أنه يتم الإفراج أو تم عودة الأسرى الآخرين. فهناك ضغط كبير، وهذا الضغط سيتصاعد، وهذا أيضا سيسع الضغط على نتنياهو، حكومة نتنياهو، لوقف إطلاق النار وعدم الاستمرار فيها، خاصة أنه حتى الآن لم يحقق أي إنجاز، فشل سياسته نتنياهو، فشل ذريع، وانتصرت المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على هذا المحتل، علما أنه في خسائر فادحة بشهداء كثر رحمة الله عليهم، وأسأل الله يعني لهم الجنة. وبالتالي نتنياهو خسر هذه المعركة. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور توفيق تامة، أستاذ العلاقات الدولية، كنت معي من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك.